وإلى فقرة استوقفتني كثيرا. يقال أن أسودا اصطادوا حمارا، فجاءت فكرة لأحد الأسود بأن لا يقتلوه أو يأكلوه، وإنما يتبنوه للعمل لديهم. فوافقت الأسود وأكرموه وأطعموه حتى أصبح ولاؤه لهم، ثم أعادوه إلى مجتمع الحمير كزعيم مدعوم من عالم الأسود. فهابته الحمير وقاموا بتعظيمه، وكان كل من يخالفه أو يعصي أوامره يقبض عليه إلى حين موعد زيارة الأسود فيقدمه وليمة لهم. وبهذا ارتاحت الأسود من عناء الصيد. أما بالنسبة للحمار فقد كان أسدا بين الحمير وحمارا بين الأسود. ربط استيقافنا كم من الحمير أصبح زعيما وأسدا على قومه لأن ولاءه لمن ولاه ونصبه، وكم من الحمير ارتضت أن يتولى أمرها حمار مدعوم من الخارج. مع السلامة.